شاكو ماكو امريكا وشاكو ماكو كندا. هلا حلقه راح تعجبكم كلش هواي. زين ليش تعجبكم كلش هواي؟ لان راح نحكي على المناطق العربيه، المدن العربيه في امريكا وكندا. ما راح نقدر نذكرهم اكيد كلهم، بس من تجاربنا الشخصيه، لما نقول تجاربنا طبعا ويا زيد من كندا اكتف هالايام. والله ديجي شلونك زيد؟ والله الحمد لله والشكر، شكرا جزيلا على استضافتي لهالبرنامج الحلو. انت بعد صرت شو اسمه السوبر ستار ممبر. انت يو ريبريزنت كندا هسه، تعرف اول برنامج انا سويته كان امريكا، بس انت صرت الاكسبرت، فخاف يجونا جماعتنا من كندا. نورث امريكا احنا، يلا قاره امريكا الشماليه احنا، نفس الشيء كلياتنا نفس الشيء. زين رح نحكي على موضوع هواي ناس دائما يسالونا بيه بصراحه. احنا طبعا عايشين في امريكا وكندا، يقولون دائما شنو اكثر المناطق بها عرب هواي، وشون حياتهم، وشنو يعني التجارب مالتكم بهالمناطق. طبعا راح ابدي من الاوبفيوس، خلينا نقول نبدي من الاول منطقه معروفه مشهوره، وما راح نطول بها، بس ممكن نطول بها اذا تريد، اللي هي طبعا ميشيغان، اللي هي المنطقه الرئيسيه، ديربون، ديربون هايتس، ديترويت وضواحيها، وطبعا صارت سترلينغ هايتس. ميشيغان بصفه عامه خلينا نقول عباره عن خبطه عربيه مثالية، بها مطاعم كلش هواي لجاليات العراقية السورية اللبنانية، كل شيء، حتى الأفغان صار عندنا، كل الجاليات بصراحة يعني العربية موجودة، فلسطينيين أكيد. فواحدة من خلينا نقول المدن الأكثر، أو الولايات الأكثر يعني خلينا نقول مشهورة جدا على مستوى العالم من ناحية المنطقة العربية هي ميشيغان، هو شيء معروف كل شيء موجود به. هل هي الأفضل؟ أنا ما أشوفها الأفضل. أنا طبعا عايش في ميشيغان، ما عايش كلش قريب عن العرب، بس مو بعيد عن العرب، بس هو كلنا حوالينا يعني تلقى هواي ناس يعني عرب، أكيد نشرف الناس الزينة. بس المهم يعني كل شيء موجود. يعني أنواع يعني أنت زيد جاي ميشيغان قبل، وما أعرف شنو رأيك، انطينا رأيك من نظرتك أنت، لأن أنا عايش هنا أعرف يعني كل شيء موجود. لا والله صراحة صحيح كلامك 100%. لما رحت لميشيغان أنا كنت قاعد بمدينة وينزر أونتاريو، كنا نعبر الحدود خلال جسر 5 دقائق نصير بغير دولة، هي أمريكا، ميشيغان بأمريكا، ماشي، الستيت مال أمريكا ميشيغان. بحياتي ها ما شايف جالية بهالكبر، أكو مطاعم عربية من كل الدول العربية تقريبا، وأكو همين هواي ناس يعني بهالمناطق. يعني تفاجأت جدا لأنه أنا جيت من كندا يا دوب تلقى مطعم عربي. ذكرت قلت لي مشتهي جيمر وصمون وعسل. والله العظيم كل مكان تفاجأت أنا وزوجتي، تفاجأنا انه اكو هيك جيمر وعسل، وقعدنا ناكل يعني جدا يعني مفاجأة، حسيت نفسك مستحيل تلقاها. يعني انا هسه قاعد بألبرتا كندا، اوكي، ما تقدر تلقى هواي هيك محلات او مطاعم، بس لما تروح الميشيغان ما شاء الله عندك مطاعم سورية لبنانية وفلسطينيه، حتى الله وكيلك حتى اردنيه يمكن تلقى. بس الشيء الحلو هسه احنا نحكي على ميشيغان، ما اعرف احنا طولنا بميشيغان، بس خلينا نحكي على ميشيغان مو مشكله. الشيء الحلو بميشيغان انه الجنريشن الجديد اللي فتح بزنس، خلينا نقول حلال وما حلال، انه دا ياخذ الاكل الامريكي ويسوي حلال، وهذا الشيء كلش ممتاز. يعني انت بعد ما تحس بالفرق، يعني تشوف المطاعم الامريكيه اللي ما بعض الناس ما يقدرون ياكلون الا حلال، خلينا نقول اي، ف تقدر تاكل اي شيء هسه، لان هواي سووا حلال، البرجرز الصوص العربيه، اي صح صح، فمطاعم اشكال يعني اشكال كلش، يعني حتى طريقه التشيكن يسويها مختلف، ما ادري شنو يسويها بطريقه ثانيه. وهسه طبعا نحكي برمضان، طبعا نحب نبارك عليكم الشهر الفضيل، اكيد عندنا حاجه اسمها سحور فيستيفال، بس بغض النظر تتفق عليها ما تتفق عليها، طيب يسوون فيستيفال بالليل، يعني مثل واو مثل اكواي يجيبون نيازكم. او ما اعرف اول يوم 20,000 يعني سمعت كانوا موجودين هناك اول يوم. واو. وحتى تعرف عندهم فاست باس، يعني عندهم لاين طويل، فسووا قرروا يسوون الفاست باس، يعني اللي يدفع اكثر تعرف الفاست باس الكونسبت هذا.
مثل ديزني، مثل ديزني حتى يدخلوا بسرعة. فيعني كل شيء أكو مسوين الأكل بكل أنواعه و... ما شاء الله مسوين يعني طقوس يعني من ناحية الأكل. شوف من ناحية الأكل ميشيغان تعرف أنت مسوين هيش لأنه أنت جالياتكم جدا كبيرة بميشيغان، تفتح أي شيء يعني هسه مثلا واحد فتح كورن وحطه بزبدة ورش عليه مدري شنو وصار مشهور مليون. لو تبيع مي أصلاً، لو تبيع مي نعم لو تنجح هناك. الرجل قوي واحد يعني فتح كعك. هي مو بس على اللي تبيعه، أعتقد الأجواء، الأجواء جدا مهمة بالضبط. أكو هايب، أكو حاجة هنا بميشيغان بالأكل. أنا قاعد أشرك صراحة، إحنا ميشيغان هي ولاية تعتبر من الولايات الباردة، لذلك الناس الطقوس مالتهم هي طقوس قعدة البيت والأكل والقرقرة والسوشيال يعني بصراحة. فأكيد يحبون يعني لما يطلعون يطلعون المطاعم. بس إبراهيم عفوا، إذا تروح ناشفيل تكساس، أو عفوا ناشفيل هاي المدينة تنسي، ناشفيل تنسي هاي المدينة بيها هواي أكراد عراقيين مسلمين، هم من هناك راح تلقى نفس الطقوس، ومدينة دافية جدا هم. صحيح. شوف خلنا أقول لك الشغلة حتى قبل ما نحكي على المدن الثانية، الفرق بين ميشيغان والمناطق الثانية، صحيح أكو عرب بكل مكان ومطاعم جميلة وطيبة بكل مكان، بس ديربون يعني شان أقول لك، أو ميشيغان بأبي الأحرى، أنه كل شيء ينبعض يعني شارع ممكن تمشي بيه. يعني مثلا المدينة العربية في ميشيغان يعني اللغة الرسمية هي العربية، تدخل على السيتي هول مال ديربون الساين بالعربي، مو يعني اكو بالانجليزي وبالعربي، يعني لغة رسمية كانها موجودة. بينما في المناطق الثانية مثل ما ذكرت ناشفيل وغيرها حتى بوينزر تبقى هي اللغة الانجليزية الرسمية. وانا اخر مرة كنت بميشيغان حوالي يمكن 5 سنين، يعني مليانة مطاعم من كل الدول العربية، السوري لبناني وغيره وغيره، يعني جدا تفاجأت بحجم الجالية العربية بميشيغان. يعني أي إنسان عربي يريد يروح، لا يريد يسافر أو يهاجر ميشيغان، هي معروفة فود هاب. بس خلنا أقول لك شغلة، عندي مثلا أشتغل ويا ناس طبعا أمريكان، خلينا نقول ما لهم يعني مو عرب، يعرفون لما رمضان يجي يقول لك أنا مرات أجوع بالليل الساعة 1-2، يعرف برمضان لما يروح لهاي المنطقة راح يشوف المحلات والمطاعم مفتوحة. يعني هسه أنا داش وياك بوقت السحور تقريبا ساعة 2 بالليل زيد، هسه بسهولة أقدر هسه أروح لهاي المنطقة والمحلات كلها مفتوحة ويسوون أكل فرش. فتلقى الأمريكان هناك يعني يريدون يأكلون حاجات يعني طيبة وسهلة. والله صراحة نيالكم يعني أنت تحس قاعد تحس برمضان، وهمنا حتى لما العيد يجي راح تحس بالعيد. احنا هنا بقاعة مقاطعة ألبرتا بكندا ما نحس بأي شيء، لا برمضان ولا عيد، يعني نيالكم يا صراحة. نيالكم تعال هنا هسه تعال، نيالكم تعال. والله يا ريت. انا بالنسبة لي ما اشوف الشيء واو، يعني انا بصراحة اكيد احب الاكل حال الدنيا كلها، بس يعني انا انت لانه عايش هناك ومتعود ما اشوف واو. بس انا انت قاعد تقول لي على الحكي، انا اوريدي مصدوم مصدوم. يعني لو قلت لك مطعم عشتاري يسوي خوش لحم وثريد زين، الله زين وباتشا وسوار. المهم المناطق الثانية يعني أكو لستة حلوة، مثل ما ذكرت ناشفيل أكو جالية كردية كلش كبيرة. طبعا تحياتنا الألان صديق البطيخ مالتي البودكاست على ميل كردي، وهاي طبعا هو إذا يجي لأمريكا أدز ناشفيل طبعا. إيه فس أكو مناطق كلش حلوة مليانة أكراد، مليانة أكو منطقة بنسلفانيا وحلوة مو كلش دافية، أدفى من ميشيغان، أدفى من ألبرتا أكيد، لأنه تقريبا ساوث أوف هالمناطق، فشوية يعني بيها ثلج حتى مرات. أكو منطقة لا حتى اقتصادهم أحسن من ميشيغان. ها ليش بالله؟ لأنه ناشفيل تنسي هي كلها كونزرفاتيف، يعني متحايدين، بس يعني ما اعتقد هذا سبب زي هذا سبب سياسي، بس انا اشوف ان ميشيغان هي عاصمه السيارات في العالم، وواحد من الاسباب اللي انا عايش ميشيغان هو بصراحه على مد التكنولوجيا بصراحه مو على مد الاكل. وين ناس خطائين بهالسالفه بميشيغان انه يقول لك اوه يعني انا ما احب ميشيغان على مد العرب ومو عرب، لا اقول لك تعال التك، اذا رجال تحب التك هم تاكل وهم تكتك
بس لا تنسى الضرائب بتنسي أقل من ميشيغان. ممكن صحيح، ممكن صحيح. وأسعار البيوت أقل من ميشيغان أكيد. والريجوليشنز والريد تيب هم أنا أقل من ميشيغان. هاي واحدة من الأسباب اللي تزدهر. أنا أعرف وايد ناس، أعرف وايد ناس يجوا لأمريكا وجوا المنطقة العربية بداية قالوا هو هم من عرب، فراحوا لغير مناطق بعد كم سنة رجعوا. ها يا أبي ليش رجعت؟ والله ما تحملنا الغربة. تعال من جاي. فهي حسب أنت أنت وطبيعتك وقوتك ومقدرتك أن تتعايش وتشتغل برا. لأنه أكو هواي ناس بصراحة لما تروح المنطقة العربية أكو شغال، يعني أكو ناس ترتاح لما تشتغل بهالدائرة العربية، لأنه اللغة المعاملة ما يعرف يتعامل مع الأمريكان. زين مو زين هذا موضوع ثاني، بس مو مقدر. أي صح كلامك. أنا سأقول لك يعني مثال، مثلاً أنا أبوي مهندس كبير بالعمر، يحب الجالية العربية ويكون قريب للجالية العربية، ما يريد ينتقل لأي مكان. فيعني هذا الشيء طبيعي، يعني أكو ناس كبار بالعمر ما يحبون يغيروا. إيه مساجدها، كنائسها، الطقوس العربية، يعني تعرف حتى الكنائس يعني باللغة العربية أو بلغته هو. لأن مثلا عندنا جالية كلدانية كل كبيرة في ميشيغان، فما يقدر يعني حتى الكنيسة لازم تكون هي هاي الكنيسة يعني جماعته. صح. زين. وهم أكو جالية عراقية كبيرة آشورية بشيكاغو. إيه. شيء معروف. شيكاغو حلوة. تعرف شيكاغو أنا تعجبني بالأكل، يعني أكو مطاعم إيرانية وتركية وهاي حلال. أكو عندهم حتى يعني باكستانية وهنود كل شوية، وأكلهم طيب. بس متفرقة. تروح شيكاغو لازم يعني لازم تسوق من مطعم إلى مطعم، يعني مو مثل الشارع العربي خلينا نقول هنا ميشيغان. أنت تحتار ما تروح، يعني تبرك المكان وممكن يعني تختار. ايه فاكو منطقة بنسلفانيا اسمها لبنان. تعرف هاي الشغلة الثانية، انه العرب لما خلينا نقول يقطنون في مكان يقومون يسمون حتى الشوارع، يعني يقدمون حتى مثل المطالب بالسيتي، يعني تعال خلينا نسمي فلسطين او شارع فلسطين او شارع لبنان. فأكو منطقة بنسلفانيا اسمها لبنان، أنا طبعاً رايح لها، بيها مطاعم صدق يعني لبنانية وعربية. لبنان، إيه. فشي حلو طبعاً إنه نلقى إنه ناس يعني محاولين يسوون بيلج زين بهالمناطق. وأكو منطقة بماريلاند زين اسمها دمشقس، دمشق. والله هاي أول مرة أعرف فيها. أنا عارفها لبنان إن بنسلفانيا أعرفها. بس دمشقس أول مرة أسمع بيها. والله موجودة، موجودة بعدني ما رايح لها، بس إن شاء الله نروح هناك. وجالية سورية ده تكثر أكثر طبعاً، وأكثر لأنه هواي ناس إجوا، وتعرف لما يصير هب للسوريين الناس تكثر حوالي نفسهم. يعني جماعتنا العراقيين موجودين بكل مكان، بس يعني بكاليفورنيا أكو موجودين بسان دييغو، وأيضاً أكو منطقة بفلوريدا اسمها بغداد، بغداد. هاي منطقة إيه ما صار لها فترة، بس بتكثرون جماعتنا بكاليفورنيا بفلوريدا. لا بكاليفورنيا من زمان. احنا شوف العراقيين اكثر منطقتين بيها بامريكا هي ميشيغان وكاليفورنيا. زين ميشيغان ديربون وضواحيها وسان دييغو، خلينا نقول هاي من زمان العراقيين موجودين، يعني عندهم وايد ناس. لكن في فلوريدا زادوا اكثر واكثر، وصار عندهم منطقة اسمها بغداد، سموها باسمهم بفلوريدا بغداد. ما شاء الله. واو. يعني اللي يريد يروح هناك ياكل صمون العراقي وهالسوالف الحلوه موجودين هناك على الخارطه. اوكي هسه صار دوري اقول لك على كندا. يلا. يعني اوكي معظم العرب والجاليه العربيه بكندا تلقاها بأونتاريو اللي هي بوينزر اور تورنتو. اكثر شيء طبعا بوينزر لانه الجاليه العربيه هناك شويه دافيه، يحبون الدفى. ما وين اكو دافيه؟ هي ادفى منطقه بكندا بس مو دافيه، تبقى بارد. هي ادفى منطقه بكندا بس مو دافيه. صح على كلامي، صح على الكلام. وش تسوي احنا هنا بكندا اذا تريد تكون مع الجاليه العربيه؟ تلقاها بوينزر اونتاريو، مدينه وينزر محافظه اونتاريو. اوكي هناك تلقى المساجد والحسينيات وكل الأنواع العرب هناك اللي تريده تلقاه هناك. زيد احنا ترعرعنا هناك. طبعا انا زيد. أيوة والله طفولتنا.
كانت بمدينة وينزر في كندا. زين تذكر؟ أتذكر. تذكر مدرستنا كانت مدرسة تقريبا عربية. بعدين انتقلنا غير مدارس حتى نركز على الدراسة، لأنه شنو حكي اللغة صارت لغة عربية بالمدرسة. ما كنا نحكي إنجليزي، ما تعلمنا شيء. يعني حتى المدرسين تعرف كان عندنا، تذكر عندنا مدرس باللغة العربية، مدرس ماث عربي. زين المهم يعني هي أونتاريو المقاطعة هي كلها عرب تقريبا، هواي بعرب، هاملتون، لندن، تورونتو، مساغا. مساغا مش صح. مطاعم معروفة صارت عراقية هناك. طبعا تحياتنا الكل يستمعنا من هالمناطق ومن كندا وامريكا، وياريت نسمع عراكم يعني وين تقلتوا وين تنقلتوا وين شفتوا المطاعم الطيبة الجميلة. بس أريد أنصحهم أي اللي يسمعون اللي قاعد يسمعون، صحيح احنا قاعد نقلهم وين الجاليات وين الجاليات العربية قاعدين وين لازم يريدون يروحون هناك يروحون، بس أنا برأيي إذا راحوا المناطق أبرد وأبعد ينجحون أكثر. ليش؟ لأنه الطلب المناطق اللي بعيدة exactly. يعني تلقى شغل أكثر، أكو فرص أكثر بالمناطق البعيدة والباردة. أنا برأيي أنه لما إذا أنت وصلت لكندا كلاجئ لا تروح وين الجالية العربية موجودة، خاصة إذا أنت شاب وبعدك صغير، لا تروح لهذه المناطق. بالعكس توسع، روح المناطق اللي ما موجود بها عرب. ليش؟ لأنه إذا تفتح مطعم مال شاورما منطقة ما مدينة ما بيها مطعم واحد شاورما تسوي آلاف الدولارات. أكو مطعم أنا ما أعرف إذا أذكر أسامي، المهم أكو مطعم إجا الميشيغان هو فرانشايز اسمه ده حلال جايز، يمكن هو فرانشايز يعني إذا تروح نيويورك تلقى، إذا تروح شيكاغو تلقى، تروح لبعض الولايات في أمريكا تلقى، مو ناجح صار فرانشايز. إجا الميشيغان لم ينجح لأنه أنت ما تقدر تجي، يعني هو يعني طبقك صح حلال، بس يعني شنو تشكن وزلاطة هاي ما هنا الشارع الميشيغان كومبيتيتيف، يو هاف تو بي سمارت، يو هاف تو بي جود، يو نو، فلازم تبدي بمشروع ينجح حسب الضغط، مو لانه انت فرانشايز يعني مع انه انت فرانشايز بس ما نجحت. كمل. يعني اوكي، يعني اذا تفتح مطعم مثل هذا المطعم مثلا ميشيغان، اكو غيرك 100 واحد، شايف شلون؟ شنو الفائده؟ يعني هذا أخذ هذا for example. هنا أنا بأدمنتون اللي أنا مدينة عايش فيها، معظم المطاعم العربية فاتحين وين؟ بالنورث أدمنتون أكثريتهم، ماشي؟ أنا قاعد بالساوث مال أدمنتون، يعني لازم أسوق 40 minutes لحتى أوصل للنورث لحتى أشتري شاورما. أحد يفتح بالساوث ليش؟ لأنه بالساوث باكستانيين وهنود، ماشي؟ زين ليش ما اجى واحد فرانشايز من كالجاري اللي هي مدينة ثانية بألبرتا فتح بالساوث مع الشاورما ومدري شنو، ناجح، بيزي، فيري فيري بيزي. ليش؟ لأنه ما حد غيره فاتح بالساوث. استراتيجية. هاي الفكرة، هاي الفكرة إنه لازم تفتح وين الجالية العربية موجودة، غلط. بالعكس لازم تروح أبعد، يعني more north. يعني كل ما رحت أبعد من الجالية العربية وتفتح مثلا مطعم أو حتى المطعم مثلا مكان ما تبيع الكيك، الزلابية، بقلاوة، كل ما تبعد كل ما تكون أنجح بكندا. يعني حسب هو مرات يفكرون الناس، مثلا أتذكر بونزر، تذكر بالداونتاون مال وينزر الصغير هذا، فتح واحد شاورما فتح الثاني شاورما فتح الثالث شاورما، شو القصة يعني؟ أدري أكو رجل، يعني أنا عمي فتح محل شاورما ويما أربع محلات شاورما. شنو يفرق هذا الشاورما؟ خسر وسد المحل وراح. استراتيجية. شرفك. ما بيصير على حد شيء، شايف شلون؟ لازم أكو استراتيجي بالموضوع. يعني أنت مثلا هواي ناس جو الميشيغان فتحوا مناقيش، ما تقدر تتنانى تقاوم بمشيغان تفتح مناقيش، ما كان لا مناقيش.
هي كلها مناقيش. 200 مطعم كلها مناقيش. ما تقدر تفتح مناقيش. مستحيل. إيه ما تقدر تفتح شاورما، ما تقدر تفتح مناقيش. صار شيء يعني، بس افتح مثلا فرانشايز كي اف سي يعني حلال، افتح حلال صبوي، حلال ماكدونالدز، تنجح. زين. ممكن. بس خاصة من حلال كي اف سي، أنا ما شايف حلال كي اف سي أبداً. يعني أنت سطتني فكرة. بس إحنا مدينة أدمنتون ماكو حلال كي اف سي. والله خوش فكره صح ابراهيم، يلا افتح افتح يعني حلال تشيكن، هي حتى بابايز بابايز ما موجود حلال هنا صحيح. اكو هذا والله. اكو هسه هذا فرانشايز اسمه ديفز تشيكن لو ديفز باستن تشيكن، ما اعرف باستن تشيكن نسيته، بس هذا يعني اشتراه هو واحد من الشباب اللي يشتغل بيه كاونر عربي، وقام يجيب السبلاي مالته حلال تشيكن. يعني هسه فاتح بميشيغان، فاتح باوهايو، حلال لانه نفس السبلاير تشيكن يجيبه ويبيع. والله هذا شيء صح، استراتيجيه حلوه. وطبعا تشيكن مالته يسويه بطريقه خاصه يعني طيبه. كان اكو محل بابايز لويزيانا تشيكن فرايد تشيكن اوكي بتورنتو حلال، تعرف ايش قد بيزي؟ ممكن يجي له باليوم 1000 شخص، أكثر أكثر بعد بزي. yeah. إيه هذا بزي. فأعتقد أنت والله طبني خوش فكرة، يلا إنه KFC حلال، تطيني 2% حلال، تطيني 2% ما أريد لا 20 ولا 50، تطيني 2% وأنا كلش كافي. لأنه أنا والله أنا أهل زوجتي يريدون يفتحون بزنس بس ما عارفاني شو يسووا. I would start with a اعطيتني فكرة حلوة. تعرف شبدي بصراحة إذا أسوي مطعم أبدي بفود تراك. هسه هواية ناس بميشيغان فتحوا، أول ما فتحوا فود تراك، يعني يجيبون تركة مطبخ جوا ويبيعون مثلا حلال تاكو. حلال تاكو فتح خلينا نقول بفود تراك أول مرة، وبدأ برمضان لأنه رمضان رجلها قوية شوية بالسحور، فشاف أنه أكو طلب عليه، فبعدين توسع سوى محل وهكذا. فاستراتيجيتك تبدي من فود تراك، ليش محل وليس وكهرباء وتراك وكمل الموضوع زين. فهاي طبعا اكو افكار تعتمد على استراتيجيه. وطبعا احنا بدنا نحكي خارج البس، ما بدنا نحكي بالاكل زين. والاكل دائما طلب عليه قوي، لانه تعرف الناس تاكل هوايه خلال اليوم، شيء يعني خلينا نقول يومي، فدائما الى مكسب يعني بصراحه. هي أفكار، فهو ناس يجون من مكانات ثانية يكتشفون إنه الأكل أو المطاعم أحد أنجح البزانز اللي ممكن واحد يفتحها. روح على منطقة بألينويس يمشي كاغو، والجروسري ستورز هم ناجحة صحيح، شاي القهوة الحاجات البضاعات العربية جبنة بوك والسوالف أكيد ناجحة أكيد. وحتى بيها فرانشايز يعني ميشيغان أكو عندنا فرانشايز محلات عربية، بشون مثلا والمارت وكروغر وسالف، عندنا فرانشايز محلات عربية للجروشري. اي مو بس هيش برايم، اعطيك فكرة ثانية للمستمعين اعطيهم هاي الايديا. انت قلت هسه بوك، تعرف بوك انت ايش قد طيب، كل الناس اللي اعرفهم مدمنة على بوك، بس ما تلقى بوالمارت لو باقي الجروشري ستورز اللي عندنا هنا except one Walmart بكل أدمنتون يجيب بوك ماشي، ويبيعه أرخص من باقي كل المحلات العربية. شلون هذا الشيء صار؟ تعرف شلون؟ واحد عرض على Walmart هذا بوك وقال لهم أجيب لكم آلاف وآلاف من البوك وحطوا بهالسعر. تعرفوا وش قاعد يطلع هسه صاير؟ يمكن حوالي مليون بالسنة من بيع البوك في والمارت. خلنا أقول لك شغلة على والمارت، ما دام حكينا على والمارت، والمارت معروف طبعاً رقم واحد بالعالم من ناحية المبيعات والفورتشن 500، ما حد يعني ما نحتاج، ما نكون نقاش على الفلوس اللي طلعها والمارت. لكن خلنا نحكي على والمارت من ناحية استراتيجي. استراتيجي مالته يتبع الزيب كود، نظام الزيب كود اللي هو يعني يشوف المنطقة شنو الديموغرافيك مالته، الناس اللي يخطرون بهالمدينة ويجيب بضاعة. يعني حتى لو واحد لما يدخل مثلا والمارت بأدمنتون يختلف عن والمارت الموجودة بميشيغان، من ناحية الملابس، من ناحية مثلا منطقة ديترويت تدخل والمارت تلقى الملابس شبيرة وعريضة وألوان وهوسة، لأنه تمثل أكثر الناس اللي يحبون يشتري حاجات. تروح مثلا والمارت بتروي بميشيغان
منطقه خلينا نقول ناس راقيه على اساس والسوالف، تلقى ملابسهم غير. نفس الشيء ويا الاكل، مثلا الوال مارت يم الدول يم المنطقه العربيه تلقى عنده جبنه بوك، جبنه شيكاغو، جبنه لبنه، يعني مثلا لبنه زيت هاي الصمون البيرا بريد العربي واللبنه هاي نشربها والروبه أي. موجودات بوال مارت يعني حتى ما يحتاج ايران ايران هم موجود لبنة. بس شوف المشكله هنا انه تلقى مثلا ايران بوان وال مارت لانه مسوي ديل وياهم، وبوك مسوي ويا ديل ويا وان وال مارت. يعني احنا هنا عندنا مور اوبورتونيتيز، يو كان جيت يعني برودكتس عربيه وتاخذها وتروح تعرضها على وال مارت وتبيع لهم وتاخذ كوميشن. واحد نجح سوى منتج بقلاوه زين وزع على وال مارت، طبعا مو بميشيغان بس بولايات اخرى لانه ماكو بقلاوه محلات بقلاوه في بعض الولايات، فنجح. وطرشي من نوعي خاصة، دبس راشي، يعني تتخيل منتج واحد ممكن يوصلك إلى عالم المليارديرية. المهم زيدك منطقة اسمها كايرو أو القاهرة في إلينويس يقطنها هواية ناس مصريين، مطاعم مصرية. أكو منطقة بتكساس اسمها بالستاين هواية ناس فلسطينيين، فهاي أسامي يعني. أكو منطقة اسمها جوردن أردن في مينيسوتا. ف والله واو ف... يعني هاي مثل تشاينا تاون، مثل تشاينا تاون. هسه بنيويورك تلقى the biggest تشاينا تاون ever، يعني موجود كل المطاعم الصينيه هناك صح. واحنا هنا بكندا هم عندنا بريتش كولومبيا، مقاطعه بريتش كولومبيا همنا تشاينا تاون، مليانه مطاعم ومحلات سبيشلي سبيسيفايد بالتشاينيز. فقاعد يتضح لي انه بامريكا قاعد يصير شويه اكثر تغير، لانه قاعد تقول كايرو تاون وجوردن تاون فلسطينيين تاون سيريان تاون، وصارت هواي يعني ما شاء الله. ما كنت تعرف انا على المعلومه جدا هواي. شوف جدا حلوه المعلومه. هواي ناس يسالون يقول لك هل واحد ينصح انه يعيش قريب المناطق هاي العربيه كعربي لو يبتعد؟ شوف السؤال هذا ما تقدر تجاوبه، يعني كل واحد إنسان يختلف. مثلا بعض الناس أنا شفتهم عندهم عوائل راحوا تغربوا، خلينا نقول في معنى المنطق كلها غربة إحنا، بس تغربوا وراحوا مناطق بعيدة عن المناطق العربية، شافوا إنه المعيشة بورينج يعني ما بها يعني أي طقوس. يعني مثلا إذا أجت بعض المناسبات مثلا العيد رمضان، أو مثلا أنت تريد تعلم اللغة العربية أكو مدارس، هاي يعني لازم تكون قريب على هالمناطق. ليش؟ لأنه أنت عندك واجب، مثلا إذا أنت عندك أطفال عندك واجب تجاههم، أنت مخاب تجيبهم حتى تضيعهم، تكون ريسبونسبل، لازم تتعلمهم لغة الأم، تعلمهم اللغة العربية، أصدقائهم يكونوا دايفرسيتي أكثر. فأنت واليوز كيس مالتك الحياة اللايف ستايل تعيشها. بس أنت شنو تنصح زيد الناس اللي دائما يسألون يعني هل إنه أكون قريب أو بعيد على المناطق هاي؟ حس إذا ترى تباوع عليك أصابعك مو كلهم نفس الشيء صح؟ كل إنسان different، كل إنسان غير. أكو إنسان يقدر يتحمل ويروح بعيد عن الجالية مالته، وأكو إنسان ما يقدر، لازم يكون قريب للجالية مالته. فكل من وإلى شخصيته وإلى حريته بالاختيار. بس أنا اللي إحنا نريد نوضحها إنه مثلاً بكندا، أنا ما أعرف بأمريكا، مثلاً بكندا أنا عندي واحد دكتور pathologist، ما أعرف شلون يقوله بالعربي. هذا الدكتور راح all the way to Nunavut، يعني يم الأسكيمو، الله وكيلك. ها بس شنو يعني راتبه يعني خيالي. ليش؟ لأنه بهذين المناطق مثلاً بالنونوفيت اللي هو قريب للأسكيمو، ها قريب للنورث بول، ها ماكو موجود دكتور مثله، فيطو راتب خيال حتى يكون هناك ويساعد الجالية. بعد ما سوى هواي فلوس ترك وإجا راح الكاليفورنيا، شايف شلون؟ فممكن انه اذا تقدر شويه تضحي،
تروح المنطقة مثلاً باردة جداً، تشتغل فد سنتين ثلاثة أربعة خمسة، بس راح يعوضوك، وبالنهاية أنت تقدر تشيل نفسك وتروح لغير منطقة، عادي هذا الشيء. بس أكو ناس ما راح يقدرون يسوون هذا الشيء، صعب عليهم، مثل أبوي، مثل هواي ناس أنا أعرفهم ما يقدرون يتحملون إنه يكونون بعيدين عن الجالية مالتهم. أنا أعرف هواي ناس. هذا شيء طبيعي. مثلاً أعرف هواي ناس ميكانيكية. جداً طبيعي. أو ناس مثلاً يشتغلون في تصليح البيوت والأعمال هاي الحرة، حاولوا إنه يعني يطلعون من هالمجتمعات العربية وراحوا برا، خلينا نقول أكثر يعني مناطق، ما قدروا يتعاملون مع الأجانب، لأن الأجانب أو الأمريكان بالأحرى أو الكنديين عندهم طرق وكلام يعني محدد بهالأعمال، فما راح ما راح تكسب الزبون بسهولة إذا أنت ما عندك القوة بالكلام، القوة بالبزنس الأمريكي وطريقة المعاملة، لأن هواي ناس يترجمون من العربي إلى الإنجليزي، إذا أنت تظل تترجم من العربي للإنجليزي ودعتك ولا زبون راح يفهم عليك، لأنه يختلف الكلام والصيغة الكلام والإكسبرشن، هي ترى اللغة حكينا أكثر من مرة، اللغة مو بس إنه أنا ترجم بالدكشنري، وإنما أكو صبغة كلام وصوت وضحكة وسمايل وإكسبرشنز معين لازم تستعمله بالبزنس، وهذا الشيء أنت مريت بيه زيد. ممكن هذا الشيء يمر بأي إنسان من أي دولة ثانية، إن كان هندي، باكستاني، عراقي، لبناني، ممكن تفوت بهيج مرحلة. بس همين الطلب على الأكل مالتك، ممكن إذا فتحت مطعم وتنجح ما حدا راح يشوف يعني يحكمك على وجهك، لو طريقة شكلك، لو طريقة حكيك، المهم إنه أنت فاتح بمنطقة ما بيها واحد مثلك غيرك، يعني ماكو كومبيتيشن، كن فريد. إيه بالضبط، المهم يعني ماكو كومبيتيشن. بالضبط. فزيد طبعا نشكرك على ملاحظاتك، ومستمعينا يعني إذا عندكم أي آراء، وإذا عندكم يعني سافرتوا بلايات ثانية ومنذ بلد ثانية في كندا وشفتوا حاجات وتحبون تشاركوها، شاركونا بها أكيد، وحبينا يعني نعطيكم بعض المعلومات، نتجي أسئلة هواية على هالسوالف. على العموم شكرا زيد. آخر شغلة إيه. نخلص الحلقة. إيه يلا. إنه إذا أنت إنسان تقدر تبتعد عن الجالية اللي أنت تريد تكون واحد من عندها وتبعد، صدقني راح تكون ناجح، أنجح أكثر إذا تحمل. صحيح. دائما كن مبدع ودائما كن فريد. حلو، شكرا زيد، شكرا المستمعين، نشوفكم إن شاء الله بالحلقة الجاية. مع السلامة.